السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل بريك تو بي، إن شاء الله هنكمل درسنا توزيع سكان الوطن العربي. إحنا آخر حاجة وقفنا عندها أسباب اختلاف توزيع السكان الوطن العربي من منطقة لأخرى. اتكلمنا عن العوامل الطبيعية اللي هي موارد المياه والتضاريس والمناخ. بالنسبة للعوامل البشرية دي اللي هنتكلم عليها النهاردة، ايه هي العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان؟ اول حاجة عندنا هنتكلم عليها الانشطة الاقتصادية. الانشطة الاقتصادية طبعا في انشطة بترتفع فيها الكثافة السكانية، وفي انشطة بتنخفض فيها الكثافة السكانية. تعال نبتدي بالنشاط الزراعي. النشاط الزراعي طبعا كلنا عارفين النشاط الزراعي بترتفع فيه الكثافة السكانية، زي عندك مصر في مصر، عندك مثلا في مصر وعندك العراق، دول اهم دولتين. يبقى عندك النشاط الزراعي بترتفع فيه الكثافه السكانيه مثل مصر والعراق. بالنسبه للنشاط الصناعي كذلك ترتفع فيه الكثافه السكانيه، بتتكلم عن المدن الصناعيه، عندك مثلا زي القاهره واسكندريه في مصر، اي منطقه صناعيه بتلاقي فيها كثافه مرتفعه. يبقى النشاط الزراعي والنشاط الصناعي ترتفع بيهم الكثافه السكانيه. عندك النشاط التعديني. النشاط التعديني واستخراج مصادر الطاقة من المناطق اللي بترتفع بيها الكثافة السكانية. وهنا في سؤال، لما يجي يقول لك بما تفسر يتركز السكان في مناطق التعدين واستخراج البترول أو استخراج مصادر الطاقة، ليه السكان بتتركز في مناطق التعدين؟ ليه السكان بيتركزوا في مصادر الطاقة؟ أقول له بسبب توافر فرص العمل وارتفاع الأجور. توافر فرص العمل وارتفاع الأجور. بالنسبة للنشاط الرعوي، الرعوي طبعا كلنا عارفين النشاط الرعوي بيبقى في الصحراء، يبقى إذا تنخفض الكثافة السكانية في المناطق الرعوية زي الصحراء الكبرى اللي هي الصحراء العربية مثل الصحراء الكبرى. يبقى دلوقتي عندنا أربع أنشطة. يجي يقول لك إيه علاقة الأنشطة الاقتصادية بتوزيع السكان؟ هقول له مثلا النشاط الزراعي ترتفع بيه الكثافه السكانيه، الصناعي ترتفع بيه الكثافه السكانيه، التعديني ترتفع بيه الكثافه السكانيه، انما الرعوي تنخفض به الكثافه السكانيه. ده بالنسبه لاول عامل من العوامل البشريه. تاني عامل من العوامل البشريه اللي هو الصراعات والحروب. ايه علاقة الصراعات والحروب بتوزيع السكان؟ طبعا في علاقة كبيرة. أولا لما يجي يقول لك ما العلاقة بين الصراعات والحروب بتوزيع السكان؟ هقول له كالآتي. هقول له إن الصراعات والحروب بتؤثر في توزيع السكان. إزاي؟ واحد، يقتل أعداد كبيرة من السكان. اتنين، يجبر أو يجبرون على ترك بلادهم. يبقى يجبرون على ترك بلادهم، بيسيب بلدهم زي دلوقتي عندنا في مصر. انت عندك شوف السوريين في مصر قد ايه؟ هل هم جايين بمزاجهم؟ لا، هم مجبرين بسبب اللي بيحصل عندهم، بسبب الحروب اللي بتحصل عندهم. يبقى الحروب والصراعات بتاثر ازاي؟ عن طريق حاجتين. واحد، يقتل اعداد كبيره من السكان. اتنين، يجبرون على ترك بلادهم. يجبرون على ترك بلادهم. ده بالنسبة للصراعات والحروب. طبعا عندك زي فلسطين وعندك زي سوريا والعراق، كل دي دول فيها صراعات وحروب. يبقى تاني الصراعات والحروب ايه تأثيرها في توزيع السكان؟ هقول له حاجتين، يقتل أعداد كبيرة من السكان. اتنين، يجبرون على ترك بلادهم. طيب ده تاني حاجة. تالت عامل بشري بيأثر في توزيع السكان النقل والمواصلات. ايه علاقة النقل والمواصلات وتوزيع السكان؟ طبعا في علاقة مهمة جدا. حضرتك المكان اللي انت بتعيش فيه ما لازم يكون فيه طرق ممهدة، لازم يكون فيه وسائل نقل. ما هو الحاجات دي لو مش موجودة الناس مش هتعيش في المكان. يبقى ركز بقى معايا في النقطة دي، مهمة جدا. يبقى توافر وسائل النقل والطرق، توافر وسائل النقل والمواصلات وتمهيد الطرق من عوامل جذب السكان. تاني،
توافر وسائل النقل والمواصلات وتمهيد الطرق من عوامل ايه؟ جذب السكان للإقامة والعمل والاستقرار. تمام؟ يبقى أي مكان بتتوافر فيه وسائل النقل والطرق وتمهد فيه الطرق، ده من عوامل إيه؟ جذب السكان للإقامة والعمل والاستقرار. طب يبقى نفهم من كده إن المكان اللي بتقل فيه المواصلات ده بيؤدي إلى إيه؟ انصراف السكان منه. خلاص؟ مكان دلوقتي أنت عارف إن المواصلات فيه قليلة، هتسكن فيه؟ ما ينفعش. يبقى توافر وسائل المواصلات والنقل وتمهيد الطرق من عوامل جذب السكان للإقامة والعمل والاستقرار. ده بالنسبة للعوامل البشرية. يبقى العوامل البشرية ثلاثة: أنشطة اقتصادية، الصراعات والحروب، والنقل والمواصلات. تعال بقى نعرف سبب المشكلة السكانية. ركز معايا في النقطة دي، مهمة جدا. دلوقتي حضرتك عندك خلل في توزيع السكان. ايه يعني ايه كلمة خلل في توزيع السكان؟ يعني ما عندكش السكان متوزعوا بالتساوي. لا، انت عندك مناطق مرتفعة الكثافة جدا، مناطق مرتفعة، متوسطة، منخفضة، نادرة. الخلل ده أدى إلى حدوث مشكلة سكانية. طب إيه سبب المشكلة السكانية؟ وجود علاقة غير متوازنة. تاني، إيه سبب حدوث المشكلة السكانية؟ وجود علاقة غير متوازنة. طب علاقة غير متوازنة بين إيه وإيه؟ بين حاجتين: عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة في الدولة. أي دولة فيها حاجتين، فيها موارد وفيها سكان، لو العلاقة بينهم مش متوازنة يبقى في مشكلة سكانية. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر حدوث المشكلة السكانية، هقول له بسبب وجود علاقة غير متوازنة، بسبب وجود علاقة غير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة. يبقى سبب حدوث المشكلة السكانية وجود علاقة غير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة. مفيش توازن. ازاي برضو؟ في دول عندك بقى نوعين من الدول، في دول عندها فائض سكاني، يعني زيادة سكانية، وقلة في الموارد. يعني في دولة عندها سكان كتير وموارد قليلة، يبقى دي عندها مشكلة سكانية بتعاني من البطالة، لأن عندها سكان كتير والموارد قليلة، هتوفر لهم شغل منين؟ زي مصر وسوريا، دول بس اللي عليك، مصر وسوريا. وعندك دول تانية عندها نقص سكاني وزيادة في الموارد، عندهم موارد كتير بس ما عندهمش سكان كتير، يبقى دول عندهم نقص في العمالة. تمام؟ محتاجين أيدي عاملة زي السعودية والكويت، دول اللي عليك، زي السعودية وإيه؟ والكويت. خلاص يا حبايبي؟ تاني خلي بالك النقطة دي مهمة. المشكلة السكانية سببها إيه؟ وجود علاقة غير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة. عندي نوعين، في دول عندها فائض سكاني ونقص في الموارد زي مصر وسوريا، يبقى دي عندها مشكلة بطالة. عندك دول تانية عندها نقص سكاني وزيادة في الموارد العكس، يبقى دي دول عندها مشكلة في نقص العمالة زي السعودية والكويت. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ مش في دول عندها مشكلة في البطالة ودول عندها نقص في العمالة؟ يبقى نشجع انتقال القوى العاملة من دول الفائض السكاني لدول العجز السكاني. يبقى واحد، تشجيع انتقال القوى العاملة، تشجيع انتقال القوى العاملة من دول الفائض السكاني إلى دول العجز السكاني. طب الحل الثاني، الحل الثاني ان انا اوفر موارد مالية لإقامة مشروعات في دول الفائض السكاني، ما دول محتاجين فرص عمل، عندهم بطالة كتير. يبقى توفير موارد مالية لإقامة مشروعات في دول الفائض السكاني. طب الحل الثالث ان انا اوعي الناس،
توعية السكان بخطورة الزيادة السكانية، أو توعية الدول بخطورة الزيادة السكانية. ده بالنسبة لحل مشكلة السكان في الوطن العربي. تمام يا حبيبي، وكده يبقى احنا خلصنا درس توزيع سكان الوطن العربي، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.